وصلى الله على حبيبنا محمد. أدعو لنا وللجميع أننا مقبلون على السفر في طاعة الله. أسأل الله أن يجعل سفرك إن شاء الله ميمونا، وإن كنت إن شاء الله ممن يذهب إلى البيت الله تعالى لتأدية العمرة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر، حجة مع رسول الله. وإذا ذهبت إلى تلك الأرض فعليك أن تحافظ على الصلاة في بيت الله الحرام، فالصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة لا تتحقق لك إلا في هذه الزيارة. فاغتنم يا أخي، عندك تبقى غادي جاي للأسواق وتشري بيت الله الحرام صاحبي، وأكثر من العبادة إن شاء الله التي لا توجد إلا هنالك، وهي كثرة النوافل في مسألة الطواف، لأن الطواف لا يوجد إلا هناك. وإذا كنت تطوف بإذن الله في ذلك البيت فحاول بإذن الله أن تقترب من الملتزم، وهو المكان الذي بين الباب وبين حجر الأسود. ثم هناك يقول في مثل هذا الموقف تسكب العبرات فتتعلق بأستار الكعبة، فإن هذه الوضعية هي من أعظم الوضعيات التي تظهر افتقارك إلى الله، وهي عند الله تعالى أبلغ من السجود. فعليك أن تدعو الله هناك للمسلمين أن ينصرهم، وأن تدعو لنا بإذن الله أن يثبتنا في آخر الزمن، وأن تدعو للوالدين بالرحمة ولأموات المسلمين. فاحفظ هذا أيها المسلم. ثم هنالك تجنب كل ما يوجدك في الزحام، فإن الشيطان يعمل عملا، فرأيت هنالك من يسب الناس ويؤذي الناس، فلا تؤذي أحدا في تلك الأرض، لا تؤذي أحدا في تلك الأرض أيها المسلم. والمسألة الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، احمد الله أن اختارك الله زيد في أن تكون في وفد الرحمن، فقد قال عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الرحمن، وفد الله لوفد دار ربي، دعاهم فأجابوه، قال لهم روحوا مشاو، وسألوه فأعطاهم، وفد الرحمن دعاهم فأجابوه، إلى سألوه يعطيهم. يود عندنا الله تما، والله يديك بخير ان شاء الله. امين امين, آمين. انا غير اني تخممت باللي الايامات هذه نتاع قال لك راني في سفر تاع الطعاره، سفر العمره ديال رمضان.